عندما شاهدنا هذا المعرض تذكرنا بأن سوريا هي أقدم بلدان العالم. أيضا شاهدنا معروضات من عصور ما قبل التاريخ، وهناك بعض المعروضات تم استعادتها وعرضها في هذا المعرض، وأيضا بعض القطع التي تم ترميمها. إقامة معرض بالنسبة لنا بحد ذاته رسالة لكل السوريين للعالم أجمع، بأنه قمنا بمجموعة إجراءات احترازية استثنائية عاجلة علمية كانت تهدف من وراء تلك الإجراءات حماية إنقاذ توثيق. نحن عرضنا هنا عشرات من القطع الجميلة، بضعة مئات قطعة جميلة جدا من التراث الثقافي السوري، لنسلط الضوء على الجانب الغني في التراث الثقافي السوري، الجانب الجمالي للتراث الثقافي السوري، ما هي حصة سوريا في الحضارة العالمية. لكن وراء هذه القطعة الأثرية هناك مئات الآلاف من القطع الأثرية التي أنقذت وتم إيصالها إلى أماكن آمنة بفضل جهود استثنائية قامت بها المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة في ظروف من المأساة. المعروضات هي ثلاث أقسام: معروض محمي تم حمايته قبل ما يصير عليه مشاكل، ومعروض مسترد تم استرداده بعد ما كان مسروق عن طريق جهات مختصة وأصحاب شأن، والثالث هو الجزء المنقذ اللي تم إسعافه قبل ما تصير مشاكل، منه الأغلب الموجود من تدمر، المنقذ من تدمر. أي فعالية خاصة بموضوع التراث السوري آثار السورية بهالوقت هذا كتير منيحة، يعني نذكر الناس خاصة نحن اللي 25 سنة دليل سياحي، عملت لي هيك إنعاش هالمناظر هي الحلوة وذكرتني بالآثار تدمر وآثار إبلة وماري وغوريت، هالحضارة الرائعة جدا. يعني مثل ما بقول أنا سوريا ما لها مهد الحضارة، خلقت الحضارة بسوريا.